السادسة صباحا بتوقيت شتاء الدرعية. أنا في انتظارك تقابلني وتسمع قصتي حتى النهاية. بهذه الكلمات يبدأ أبو جراح صباحه. يبدأ وحيدا تحت ظل هذه الشجرة، لا يرافقه سوى أوتار عوده. اخترت الدرعية ووادي حنيفة بالذات كمكان جميل ريفي، يستطيع الواحد بهذا المكان أنه يمارس هوايته بشكل طبيعي. العود يمثل لي الآلة التي ترافقني أو تصاحبني بأي مكان، يعني في السفر، في الرحلات، في البيت. آلة صديقة لي من زمان، يعني آلة العود تعتبر من الأشياء اللي عرفتها من سن مبكر. يعني طقوس هذا الرجل تبدأ مع ساعات الفجر الأولى، صنع قهوة ومن ثم عزف للطبيعة. أنا أشعر الحقيقة لما أعزف أنه فيه شخص يتكلم معي أو يشعر في اللي فيني. وش تعني للموسيقى أو العزف؟ عرفتني بناس كثير، يعني بالنسبة لل عرفتني بالكبير، عرفتني بالصغير، عرفتني بعدد كبير من شرائح المجتمع. ترددات موسيقية تنطلق من تحت هذه الشجرة لتستوقف المرة، حتى أصبح هذا الرجل مقصدا لبعض الزوار. احنا دائما نشوف أبو جراح، وكل مرة يعني الصباح قبل لا نيجي وبعد ما نخلص الدراجات يكون نيجي نقعد معه ونسمع أغاني شوية. والله أبو جراح يضيف صوت رائع بالوادي ونسمة جميلة بالوادي، دائما نمر عليه وهذه أحلى مطلع عليه الصباح. فنشكر الجراح اللي عطى الوادي نغمة رائعة. وهكذا قضيت وقتا ماتعا بالقرب من أبي جراح، عاشق الفن الذي اختار الدرعية ليمارس هواية عشقها منذ الصغر. من الدرعية، خلف الخلف، MBC.